عصرنة البناء، ترقية السكن والحفاظ على الهوية الوطنية، هو شعار اليوم الدراسي حول تصنيع البناء في الجزائر الذي يحضره مختصون في القطاع ورجال أعمال. الجودة واحترام آجال الإنجاز هو من أولويات وزارة السكن في السنوات الخمس القادمة، يقول الرجل الأول في القطاع. تحديث قطاع البناء وإدراجه ضمن النسيج الصناعي على غرار باقي الصناعات الوطنية لا يعني تصنيع إنجاز سكنات بمقاييس الجودة والاستدامة والصلابة والمقاومة ضد الزلزال، ويعني كذلك بل يعني كذلك التحكم في التكلفة، أجل إنجاز، وكذلك نوعية البناء بإدماج تكنولوجيات البناء الحديثة. تصنيع البناء في الجزائر أصبح ضرورة ملحة من أجل القضاء النهائي على مشكلة السكن. لتحقيق هذا المسعى هناك جهود لتكثيف التعاون الجزائري الأجنبي في هذا المجال. فيه ربما نقص فيما يخص الاندستري دي باتيمون، نبدا نطوروا جوسكا بريزون ونكونسوي افيك دي بيتون دي كونسير، فيه نظرة أخرى اللي مادا بينا هذه محتاجين شركاء أجنبيين dans les nouvelles techniques de construction, on préfabriqué, c'est rapide, ça coûte moins cher et ça répond à des normes sismiques et l'acrylique. Pas de nouveau, probablement le style intérieur du produit. رغم إجماع المختصين بميزات هذه الطريقة في البناء، إلا أن هناك بعض الهفوات التي يجب تداركها لضمان حياة أطول للسكنات. عندما قمت بالخبرات إلى آخره وجدت هناك مشكل الصيانة، نجد مثلا لي بانو اونتر لي بانو كاين هناك الجوان اللي كل يعني عنده مدة زمنية ليعيشها لابد من إعادتها في كل مرة، يعني في كل مدة معينة، وهذا يخلق نزاع بين سكان العمارة. مثلا الساكن اللي يسكن من الفوق يقول هو عندي، اللي يسكن من تحت بليتو هو اللي فوق مني هو اللي سبب لي هذا المشكل تاع المياه، مع أن هي تلك المياه الأمطار اللي تدخل من الدار إلى آخره وتفتت حتى البيتون إلى سي. ترقية قطاع السكن بالجزائر يبقى أولوية من أجل تحسين حياة المواطن.